بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة أول درس في الاستاتيكا للصف الثاني علمي علوم في مادة الرياضيات. فهناخد الاستاتيكا، والاستاتيكا هنا 5 دروس، والخمس دروس احنا هناخد 3 دروس لأنهم مرتبطين ببعض، وآخر درسين هناخدهم بعديهم. فال3 دروس اللي هناخدهم هيكونوا متكونين عندنا من 3 حاجات. أول حاجة عندنا محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة. يعني إيه؟ يعني قوة 1 وقاف 1 وقاف 2، واللي قاف 1 وقاف 2 بيتلاقوا في نقطة. وده على سبيل المثال مثلا، فده ممكن نعمل كده ونعمل كده، فدي نقدر نقول عليها قاف 1 ودي ايه مثلا قاف 2. فدول متلاقيين في ايه؟ في نقطة، اللي هي نقطة واو اللي هنا مثلا، نقطة واو اللي هنا. فليهم ايه؟ فليهم محصلة. فليهم ايه؟ محصلة. فاحنا هنتكلم يعني موجودة القوتين لكن المختفية المحصلة. وطبعا زاوية المحصلة سواء هنا زاوية ه وهنا الزاوية ي، الزاوية بين القوتين ي، والزاوية بين المحصلة والقوة الأقل اللي هي ه. فدي ده الأول درس. فكل شغلنا على قوتين والمحصلة بتاعتهم. مرة تختفي قوة ويجيب لك المحصلة والقوة، مرة تختفي قوة تانية ويجيب لك المحصلة والقوة التانية، مرة القوتين موجودين والمحصلة مش موجودة، وهكذا اللعب في الموضوع ده. تاني درس هيكون تحليل القوة إلى مركبتين. تحليل القوة إلى مركبتين هو نفس الموضوع ده، بس هو جايب لك المحصلة. المحصلة لما يجيبها لك لوحديها، المحصلة لما يجيبها لك لوحديها هي يعتبر قوة، هي يعتبر إيه؟ يعتبر قوة المحصلة. فإحنا عاوزين نحللها على إيه؟ لقوتين. عم نحللها لقاف 1 ونحللها لقاف 2، يعني عكس ده، يعني ده عكس ده. تالت جزء في او الباب الثالث في هناخدهم ورا بعض، اللي هو محصلة عدة قوى. محصلة ايه؟ محصلة عدة قوى، يعني اكتر من قوة. يعني مثلا هنا نقطة وليكن هنا، فهنا في ايه؟ فهنا كده، فهنقول هنا قاف 1 وهنا قاف 2، طبعا كلها علامة الاتجاهات، وهنا قاف 3 وهنا قاف 4 مثلا، وهنا قاف 5. لكن كلهم لازم يشترطوا في ايه؟ يشتركوا في ايه؟ في نقطة. لازم يشتركوا في ايه؟ في نقطة. فده ال3 مواضيع اللي ايه؟ اللي هما مقررين في الاستاتيكا، او ال3 ابواب اللي ورا بعضهم في الاستاتيكا. فاول باب هناخده اللي هو الباب المكتوب اللي قلنا عليه محصلة قوتين متلاق، محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة. الموضوع ده في قوانين، بإيه؟ في قوانين، والقوانين دي مهمة، والقوانين دي هتترتب عليها الباب اللي بعده والجزء اللي بعده اللي هو تحليل القوة لمركبتين ومحصلة مجموعة أو عدة قوى مستوية متلاقية في نقطة. كلهم مرتبطين برضو بقوانين اللي هو الباب اللي احنا هنتكلم فيه أو الدرس اللي هنتكلم فيه، وهو محصلة احنا هناخد من هنا من الأول محصلة قوتين متلاقيتين، محصلة قوتين متلاقيتين متلاقيتين في نقطة، في نقطة. وبالرسم كده هيبقى عندنا هنا، هيبقى عندنا هنا كده وكده مثلا. فهنا قوة قاف 1 وعليها علامة الاتجاه، وهنا قاف 2 وعليها علامة الاتجاه، وهنا واو، وهنا ألف، وهنا ب. فواو ب يمثل لنا قاف 2، وواو ألف يمثل لنا قاف 1، والمحصلة طبعا هتكون ايه؟ هنا المحصلة، متجه المحصلة اللي هو الجزء الثالث. وعندنا الزاوية بين القوتين، يعني بين قاف 1 وقاف 2 هتكون الزاوية ي. أما بين المحصلة وقاف 1 الزاوية
هتكون ايه؟ هتكون ه، هتكون ايه؟ هتكون ه. نيجي عاد هناخد شوية تعريفات قبل ما ندخل في القوانين. أول تعريف إن القوة هو تأثير جسم أو أحد الأجسام الطبيعية بجسم آخر طبيعي زيه، بجسم آخر طبيعي، بجسم آخر إيه؟ طبيعي. وبالتأثير بيكون بإيه؟ يا إما بالدفع، يا إما بالإيه؟ بالجذب، يا إما بالشد، يا إما بالجر. يعني كل أي أي يعني كل القوى اللي بتؤثر على حركة هذا الجسم. فالتأثير بالدفع أو بالضغط أو بالجذب أو بالتنافر. وطبعا الجذب والتنافر ده في الكهربية والمغناطيسية والفلك، الحاجات اللي هي ايه خارج عن دراستنا. احنا هنتكلم في الدفع والشد والحاجات دي. الجسم بيبقى الجسم الطبيعي بيتكون الى ايه؟ الجسم الطبيعي بيتكون الجسم الطبيعي بيتكون الى ايه؟ الى جسم طبيعي اللي هو بنسميه جسم يتكون من مادة اول حاجة ولا يساوي صفر. وده الجسم الطبيعي اللي هو له حجم او له وزن او له كتلة، وده لا يساوي صفر. وده ينقسم الى جزئين. اول حاجة في عندنا اجسام جاسئة، اجسام جاسئة يعني متماسكة، يعني متماسكة ما ايه ما بتتغيرش، مهما تضغط عليها مهما تعمل فيها ما بتتغيرش، وضعيتها لا تتبدل فلا تتغير في الشكل حتى لو أثرت القوة فيها، زي ايه؟ زي المعادن والصخور والحاجات الصلبة. طيب النوع الثاني، وده دراستنا اللي هو الأجسام الجاسئة. النوع الثاني الأجسام القابلة للتشكيل. الأجسام القابلة للتشكيل طبعا عندنا الغاز والسوائل، وعندنا الصلصال، في المواد الرخوة الكتيرة اللي شوية ضغط تلاقيها خدت طول، خدت عرض، حاجات زي كده يعني. فده ايه؟ أجسام ايه بتتغير، مطاطة بتتغير بالشكل، منها الخيوط ومنها السوائل ومنها الغازات ومنها الصلصال ومنها المطاط. خلاص، فده الجسم الطبيعي بيتكون من مادة وله حجم ولا يساوي صفر، والمطلوب مننا اللي هو الأجسام المتماسكة أو الجاسئة اللي هي هنتكلم عليها. نيجي لأنواع القوى. أنواع القوى عندنا أول حاجة يا إما بالشد، ها بتشد عن طريق حبل مثلا، فقوة بتكون عن طريق خيط أو حبل، يا إما بالضغط، بالضغط إنك أنت بتحطها على منضدة أو ترابيزة أو حاجة زي كده، فبيبقى فيه ضغط فبتظهر قوة ضغط في وضع جسم على سطح مثلا، يا إما قوة التثاقل. قوة التثاقل اللي هي إيه؟ التثاقل اللي هو الجاذبية الأرضية. تثاقل اللي هو الجاذبية الأرضية. أي جسم، أي جسم له كتلة، أي جسم له إيه؟ له كتلة أو له حجم، له حجم. أي جسم له إيه؟ له حجم أو كتلة. فالحجم أو الكتلة بتاعت الجسم ده لما نضربها في عجلة الجاذبية الأرضية، في عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي دال، هيدينا إيه؟ قوة الإيه؟ هيدينا وزن الجسم اللي هو قوة هبوطه على الأرض. فلو انت جبت اي جسم ورميته من مكان مرتفع او حتى سبته كده في الهواء من مكان مرتفع مش هيثبت، هيروح نازل على الارض. بينزل بايه؟ بينزل بسرعة او بالقوة اللي هي قوة جذب الارض ليه، وليها دي علاقة بايه؟ اللي هي عجلة الجاذبية الارضية، وليها علاقة بوزن الجسم نفسه. فكل ما يكون صغير كل ما ينزل بسرعة، كل ما يكون تقيل مثلا كذا، فإيه فتبقى القوة بتتغير حسب إيه الكتلة وعجلة الجاذبية الأرضية. طبعا ثابتة، طبعا ثابتة. في عندنا برضو ممكن نجيب هنا في جسم نحطه على منضدة، فده الوزن هيعمل ضغط على المنضدة أو على الترابيزة، لكن في نفس الوقت الترابيزة بتعمل إيه رد فعل ليه. يبقى عندنا قوتين، قوة هنا الوزن، الوزن هنا قوة الوزن، وهنا قوة رد الفعل بتاع المنضدة. سواء كان ده أملس مش أملس، خشن، دي ملهاش علاقة.
بعد كده في عندنا برضو احيانا في عندنا اسطح ملساء واسطح خشنه. الاسطح الملساء والخشنه بتدينا معامل احتكاك، فلو حطينا عليها جسم وتحرك الجسم او تشد الجسم في حته مثلا، فهنلاقي ان ايه في مقاومه نتيجه ايه السطح الخشن بتاعها، وده بسبب بنسميه معامل الاحتكاك او قوه الاحتكاك. فقوه الاحتكاك دي بتاثر على القوه اللي هي شدها او جذبها، فده برضو يعني برضو لازم ايه نكون عارفين النقط والحاجات دي. فالقوة هي كمية متجهة، وتكتب القوة هي كمية متجهة وتكتب قاف، وتكتب ايه قاف كده، ونحط علامة الايه الاتجاه، وبتبقى سين وصاد، بتعرف ايه بسين وصاد على الإحداث السيني والصادي، يعني برقم في سيني وفي الصاد. نمرة 2 برضو القوة برضو نفسها زي حكاية ألف ب اللي خدناها. الحاجة التانية إن القوة برضو متجهة، هنا هنقول إحنا هنا سين شرطة اللي هو بمتجه الوحدة الأساسية للسين والصادي، فهنقول سين شرطة أو سين متجه وصاد صاد المتجه، دي بالوحدة بيسموها متجهي الوحدة الأساسية. وبرضو الحاجة الثالثة إن القوة برضو بتعرف برضو بإيه بحاجة ثالثة اللي هي مقدار القوة نفسها، مقدار القوة نفسها، مقدار القوة نفسها، مقدار القوة نفسها، مقدار القوة نفسها هنا، وإيه وعندنا الزاوية اللي هي سيتا، والاتنين دول بدون ايه الصورة القطبية. فعندنا القوة في صورة قطبية اللي هي مقدار القوة مع الزاوية سيتا، او بتيجي بالنسبة للسينات والصادات يبقى سين 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 متجه سين وصاد متجه صاد، فده تعريف تاني. والتعريف الثالث اللي هي سين وصاد بس، اللي هو زي أي نقطة في أي مكان. أي قوة بتمثل بمستقيم، بمثل بإيه؟ بمستقيم، ولازم يكون في نقطة بداية، ولازم يكون في إيه نقطة بداية، وطبعا في نقطة نهاية، وفي نقطة إيه نهاية. عادة نقطة البداية بتبقى صفر وصفر، صفر وصفر. طيب ونقطة النهاية اللي هي بتبقى القوة نفسها والمستقيم كله بنعمل عليه قاف، وبنعمل عليه علامة الاتجاه، وده فقوة. أي قوة بتعمل لنا زاوية على المستوى الأفقي أو على محور السينات مثلا أو المستوى الأفقي، الزاوية دي بنسويها الزاوية اللي عملتها القوة، فدي بنسميها مثلا يه. وممكن تبقى على محور السينات برضه في قوة تانية، فالحاصل ما بين القوتين بنسميها زاوية ي، زاوية ي. لكن المحصلة هي مجموع القوتين، هي مجموع ايه القوتين او تأثير القوتين، بدل ما بكون بأثر قوتين يبقى احنا هنسمي المحصلة هي اللي بتأثر. لغاية كده وايه وهنقف وناخد ايه نكمل الكلام، بس نمسح اللي احنا عمل اللي احنا عمل. نتكلم عن تعيين القوة. أي قوة بتتعين بثلاث حاجات، بتتعين بإيه؟ بثلاث حاجات. القوة طبعا هي كمية أو مقدار متجه، يتميز إيه بالثلاث حاجات. أول حاجة إنه يمر بنقطة محددة، يمر بنقطة، يبقى القوة بتمر بنقطة محددة، بتمر بنقطة محددة وليكن نقطة واو مثلا، بتمر بنقطة محددة. نمرة 2 خط عملها بيبقى على مستقيم، خط مستقيم معلوم، خط مستقيم معلوم، هنا واو يبقى هنا ألف مثلا، وألف هي السين وصاد كده، فمستقيم معلوم، خط مستقيم معلوم. أول حاجة مقدارها، أول حاجة إيه مقدار القوة. تاني حاجة اتجاه القوة، اتجاه الإيه القوة. تالت حاجة نقطة التأثير، نقطة التأثير. ولذلك مثلا لاعب كرة القدم لما بيجي يشوط ضربة جزاء بلانتي مثلا، فالكرة هو حاططها والجون قدامه، فأول حاجة هو إيه هيشوط بقوة ولا بخفيف ولا سريعة ولا بطيئة ولا زي كده يعني.
دي ايه ده المقدار القوة اللي حيشوت بيها برجله. نمرة اتنين اتجاه القوة، هل حيشوتها مثلا في التمانيات فوق وفي تحت جنب العارضة من هنا، يخبطها ما بين رجلين الجون زي كده، فدي اسمه اتجاه القوة. تالت حاجة وهو بيشوت ممكن يخطأ، فبدل ما ياخد الكرة مثلا قوية يروح غرفها من تحت الأرض كده من تحتها خالص، فهنا نقطة التأثير، فتلاقي القوة الكرة طلعت فين؟ طلعت فوق الجون أو فوق المرمى خالص، فوق خشبة المرمى، فطلعت بره، طلعت أوت، وهكذا. فيبقى عندنا القوة لها 3 حاجات: مقدار واتجاه ونقطة تأثير، وده البتاع. وحدات قياس القوة بتقدر بقيمة ترمز بالوحدات التثاقلية، بالوحدات الايه التثاقلية. التثاقلية اللي هي لها علاقة بالجاذبية الأرضية، تثاقلية ليها علاقة بالجاذبية ايه او عجلة الجاذبية الأرضية. فمثلا ممكن نقول القوة ثقل جرام مثلا، او ثقل كيلو جرام. ثقل كيلو جرام، طبعا الجرام في 1000، الكيلو جرام في 1000 جرام، فالثقل جرام هيدينا 1000 ثقل كيلو، الثقل كيلو جرام هيدينا 1000 ثقل جرام. اتجاه القوة، اتجاه القوة هو اتجاه المتجه او اتجاه المستقيم اللي بيمثل القوة، ويتحدد بمقياس او بقياس الزاوية القطبية، بتحدد بقياس الزاوية القطبية. والزاوية القطبية هي الزاوية اللي هي على محور السمام، عاملة مع محور السينات، فدي بنسميها الزاوية القطبية، بقياس الزاوية القطبية المتجهة للقوة. في القوة فعندنا نقطة تأثير القوة، مثلا ده جسم، مثلا ده ايه جسم، ففي قوة، فالقوة هنا بتأثر على خط مستقيم واحد، فلو ممكن تأثر في نقطة ب أو ب أو ج أو ألف، فطالما هي داخل الكتلة دي أو الحجم ده، والـ3 نقط دول على خط بتاع القوة نفسه اللي دافع في الجسم ده، فطبعا نقطة التأثير سواء كانت ألف أو ب أو ج ما بتأثرش ولا بتغير في حاجة، زي ما بتأثر في ألف أو في ب أو في ج، فهي بتأثر في الجسم ككل، لأنهم على خط استقامة واحدة أو خط عمل القوة نفسها. دي برضو مهمة. فاتجاه، قلنا اتجاه القوة ليها اتجاه متجه هي وتمثل القوة هنا كده، فهنا سين سين شرطة، فسين سين شرطة، وهنا صاد صاد شرطة، فلازم الزاوية القطبية تكون في المنطقة دي، ما بتكونش هنا ولا هنا ولا هنا، فبناخدها على ايه على المحور السيني، على المحور السيني. فالمحصلة اللي هي بتبقى الزاوية القطبية ما بين المحصلة وايه والقوة الأولانية أو القوة الأقل، واللي هي غالبا بتبقى بالنسبة للمحور السيني. فهنا فنقطة تأثير القوة، قلنا تتوقف القوة تأثير على نقطة التأثير، وبعد كده تكلمنا عن القوة كلما خط عمل القوة هو خط مستقيم، وممكن ينتقل التأثير ويكون في خط موازي له لاتجاهه، وخط عمل الشد هو الخط، مثلا لو عندنا خط مثلا الشد، هنا خط الشد اهو، فالخط الشد فممكن تنتقل اللي هي القوة على خط الشد نفسه، على خط الخيط نفسه، في خط عمل القوة هو خط مستقيم، وممكن ينتقل التأثير لخط موازي له، لخط موازي له في نفس الاتجاه. فخط تأثير القوة لو كان مثلا هنا مثلا جسم اهو، في بتأثر القوة على النقطة ألف أو ب أو ج، هي كل واحد لنا على نفس خط عمل القوة. دول حاجات كلها عشان بس إيه تسهيل المسائل. نقل قوة التأثير القوة وده قلنا عليه خلاص، وخط عمل القوة قلنا. بعد كده عندنا محصلة قوتين متلاقيتين في نقطة، ندخل في الدرس. محصلة واحد وهنا مثلا قاف اتنين، مثلا قاف اتنين وهنا قوة ومود الاتجاه، فهنا قاف واحد وقاف اتنين، فدي المحصلة بتغني عن قاف واحد وقاف اتنين، وبنسمي ايه
وبيبقى مقدار المحصلة هو نفس التأثير اللي عملناه قاف اتنين وقاف واحد. فده ايه؟ فدي برضه طلقتين في نقطة في نقطة قوتين أو أكثر، هي قوة واحدة تعمل نفس تأثير اللي بيعملوه القوتين. كيفية نعرف إيجاد المحصلة بتاعت قوتين؟ أول حاجة هنوجد المحصلة عن طريق الهندسي، نمرة اتنين عن طريق التحليل، نمرة اتنين عن طريق التحليل هندسي، نمرة اتنين عن طريق تحليلي، وبعد كده في القوانين. عم نتكلم الجزء الجاي على الهندسي اللي هو، وبعدين التحليلي، وبعدين القوانين. والقوانين هنا في قانونين رئيسيين، اللي هو قانون المحصلة بيساوي الجذر التربيعي لقاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ايه اللي هي الزاوية بين القوتين، اللي هي الزاوية بين القوتين. فده دي 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 ده القانون. وطبعا عشان نقدر نجيب المحصلة موقعها مظبوط، فلازم نجيب ظاهر، وهي هي الزاوية المحصورة ما بين المحصلة والايه والقوة الأقل أو القوة على المحور السيناتي. فايه فبتدينا زاوية هي، ودي زاوية هي، بنجيب ظل الزاوية، وظل الزاوية برضو لها قانون اللي هو ظاهر. فبنقول ظاهر بيساوي قاف اتنين جاية على قاف واحد زائد قاف اتنين جتاية. فتلاقي القانونين اللي احنا جبناهم كلهم مرتبطين بالقوة الأولانية والقوة الثانية والزاوية اللي بينهم، عشان نطلع المحصلة ونطلع ميل المحصلة بالنسبة للقوة الأولى. احنا هنتكلم عادي ايه في الست، عندنا ست قوانين، هو قانون أساسي واحد، وهنعدله ست مرات حسب حالات معينة. وطبعا انت عشان تحفظه، فانا ما فيش مشاكل بالنسبة انك تحفظه، لكن هي المشكلة اللي عندي انا مش في الحفظ، لا انا عندي المهم انك انت تفهم القانون جه ازاي، عشان حتى لو نسيت وانت حفظه تعرف ايه، تعرف تكتبه او تشتغل بيه، لان المسائل كلها هتشتغلها عن طريق ايه، عن طريق هذه القوانين. هنبدأ في